مساء الخير مشاهدينا، حياكم الله معنا وحلقة جديدة مع أسبوع جديد إن شاء الله يأتيكم بكل الخير والبركة. إحنا حريصين أن نلتقي فيكم كل يوم في نفس الموعد ولكن بمحتوى مختلف، فحياكم الله معنا ومساء الخير لزميلي عبد الله. مساء الخير على مسألت بالخير ومسي بالخير على السادة المشاهدين وين ما كانوا في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. مشاهدينا مثل ما عودناكم كل يوم عندنا لقاءات جديدة، فاليوم عندنا لقاء عبر الفيس تايم مع الدكتورة لبنى أحمد القاضي، مؤسس ورئيسة مركز دراسات أبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت، وراح ندردش معها عن فكرة تأسيس مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت. أكيد، وأيضا راح يكون إن شاء الله عندنا لقاء مع الدكتور فهد الجنفاوي الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وراح يكون الحوار حول آلية العمل والدراسة في قطاع الدراسات الإسلامية والمراكز التابعة له. نعم عبد الله، وأيضا عندنا لقاء راح يجمعنا مع المهندس بدر أبو رقبة العتيبي مدير فرع بلدية محافظة العاصمة، وراح ندردش معه عن بلدية الكويت اللي تواصل دائما جولاتها الميدانية لإزالة التعديات ومخالفات البناء. كل هذا وأكثر راح يكون إن شاء الله من خلال حلقتنا لهذا اليوم من مساء الخير يا كويت، راح نتابع معاكم ولكن من بعد هذا الفاصل. أهلا فيكم مشاهدينا، ونبتدي هذه الحلقة مع اللقاء عبر الفيس تايم مع الدكتورة لبنى القاضي، رئيس ومؤسس مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم جامعة الكويت، وراح ندردش معها عن فكرة تأسيس مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت. مساء الله بالخير دكتورة، حياك الله معنا في هذا المساء من برنامج مساء الخير الكويت. مساء الخير، يا هلا فيكم. حياك الله دكتورة لبنى، في البداية لو تعطينا نبذة تعريفية عن فكرة تأسيس مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت. مركز دراسات وأبحاث المرأة بدأت في كلية العلوم الاجتماعية من 2010. كان الخطة الوطنية للتنمية لدولة الكويت لأول مرة 2010-2015 جزء مهم منه كان عن المرأة. نعم. وكان ضرورة هناك أن يكون في مركز اللي ممكن تقوم في دراسات لتبين أين الفجوة وتعمل دراسة وتدريب للسياسات أو أوضاع المرأة، فكانوا يبون مكان محايد لا يتغير مع تغير وزاري ولا مع أي، وأيضا يكون مكان اللي ممكن الشباب أيضا يستفيدون من هذا المركز. فكان القرار مع من الأمانة العامة مجلس أعلى التخطيط وكلية العلوم الاجتماعية أن يكون في مقر كلية العلوم الاجتماعية من 2010. نعم نعم نعم. دكتورة لبنى، هذا المركز اللي يسلط الضوء على المرأة ونشاطات المرأة في مجتمع الكويت، شنو هي أهدافه؟ طبعا أهم هدف من هذا المركز ندرس أين الفجوة، هل هناك في، لأن حنا مجالنا اقتصادي اجتماعي وسياسي، وكان يعني مهم جدا في خطة الوطنية لدولة الكويت دراسة حجم الفجوة وأين التمييز، وأيضا أن نقدر حنا نعمل دراسات لنفيد صناع القرار
في نتائج أو إحصائيات واضحة للسياسات القادمة. وأيضا كان ضرورة أن يكون في هناك قاعدة معلومات اللي تفيد الباحثين بدل ما يتكرر نفس الباحث اللي يبنون على دراسات سابقة. فهنا قاعدة معلومات وهناك جزء دراسات وجزء منه تدريب لأماكن اللي فيه ضرورة. نعم دكتورة لبنى، قبل شوي ذكرت هي المجلس الأعلى للتخطيط بما يخص التعاون، إذا بنتكلم المشترك ما بين مركز دراسات وأبحاث المرأة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، كلمينا عن هذا التعاون. طبعا الأمانة العامة مجلس الأعلى للتخطيط هم مسؤولين عن خطة التنمية الوطنية، ومن ضمن الخطة الوطنية التنمية كان هناك جزء عن المرأة، وفي الخمس سنوات الأخيرة بالذات التنمية المستدامة الهدف الخامس. فكان هناك اتفاقية أن المركز المرأة هي تقوم في تنفيذ الأهداف الخطة الوطنية الخاصة بالمرأة في الجوانب المختلفة. نعم دكتورة لبنى، كلمينا عن الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الكويت. هو طبعا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة هم حلقة وصل بين خطة الوطنية لدولة الكويت والجهات اللي تعمل سواء على البيئة، المرأة وجهات مختلفة. فحنا علاقتنا مع الـ UNDP أو البرنامج الإنمائي خاصة في الهدف الخامس التنمية المستدامة، ومنذ 2010 هم يزودونا بالخبرة، أيضا نستفيد من علاقتهم في نفس المجالات في دول أخرى، وطبعا هم يكون أيضا مسرح أن نبين فيه تقدم دولة الكويت في تنفيذ الهدف الخامس. جميل دكتورة، ذكرنا المجلس الأعلى للتخطيط وكذلك برنامج الأمم المتحدة، أيضا هل في هناك نقدر نقول يعني أماكن أخرى تتعاون معاكم؟ اي نعم، احنا يعني عندنا UN Women اللي هما مؤسسه امم متحده للتمكين المراه. حلو. وهي اللي خاصه في قضايا المراه حول العالم. نعم. فاليون ومن ويا UNDP مع الامانه العامه مجلس على التخطيط ومركز المراه نعمل بشتى مجالات، سواء تطبيق تمكين المراه في القطاع الخاص أو القضاء على أشكال العنف ضد المرأة أو على معرفة ما هي القوانين اللي فيه تمييز. فالـ UN Women أو خلينا نقول المنظمة أمم متحدة لتمكين المرأة. نعم. هم لهم بعض الجوانب خاصة فيهم، والبرنامج الإنمائي يشرفون أو حلقة وصل بين خطة الدولة والجهات المختلفة. وحنا طبعا قمنا في عدة حلقات تدريب ودراسات على مجالات مختلفة معهم عبر هذه السنين. نعم دكتورة لبنى، بما أن هذا المركز موجود في جامعة الكويت وتابع لجامعة الكويت، ما هي مدى استفادة الطلبة والطالبات في الجامعة من أنشطة هذا المركز؟ طبعا كلية العلوم الاجتماعية حنا قبل 2010 بدينا من التسعينات دخلنا موضوع المرأة في منهج كلية علم الاجتماع وعلوم السياسية وعلم النفس. فالمجالات مختلفة في كلية علوم اجتماعية تدرس قضايا المرأة، فكان المكان المناسب أن يستفيدون من أنشطة المركز. فمثلا كمثال هناك من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر حول العالم تسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة. الطلبة يشاركون معنا سواء في الورش عمل، سواء معرفتهم في تقرير سيداو اللي الدولة تقدم كل 4 سنوات، وما هي البنود في هذا التقرير ودور الكويت في تبني أو موافقة في هذا التقرير اللي هي عدم التمييز ضد المرأة. نعم. أيضا عملنا مسابقات معهم عن العنف ضد المرأة في قضايا مثل التقاعد المبكر اللي عملنا فيها أيضا ورش عمل مع التأمينات لنبين لهم ضرورة بقاء الكويتي سواء مرأة أو رجل في مجال التنمية وعدم التقاعد المبكر.
أيضا عملنا معاهم عدة ورش للقياديين. نعم. قسم الإعلام لمكان كلية الآداب في نفس مقرنا أيضا قمنا معهم في تدريب الطلبة اللي هم راح يكونون مثلكم إعلاميين بالمستقبل. نعم. كيف يعطون الخبر أو يعدون الخبر في طريقة محايدة وموضوعية عن قضايا المرأة. فنشتغل مع عدة أقسام تدريب الطلبة إن ممكن يفيدونا بكرة في مجال المرأة، أو على الأقل يكون في التوعية عن التقبل أو اندماج المرأة وانسجامها مع الرجل في قضايا التنمية. نعم، بما أنك ذكرتي التنمية والطلبة والطالبات كذلك دكتورة لبنى، شنو هو دور المركز في تطبيق الهدف الخامس من التنمية المستدامة واستفادة الطلبة والطالبات من أنشطة المركز؟ هو طبعا الهدف الخامس للتنمية المستدامة خاصة في تمكين المرأة وعدم وجود فجوة في مجالات مختلفة سواء اجتماعية اقتصادية أو سياسية. حنا قمنا مع أول شيء توعيتهم في ما المقصود من أهداف التنمية المستدامة. حلو. ولماذا التنمية المستدامة ضرورة لتقدم الكويت. فطبعا أول شيء توعيتهم في هذه الاتفاقية اللي وقع عليه أمير بلادنا الله يشافيه في 2015 أمام المجتمع الدولي، وحنا من القلة من دول العالم اللي الأهداف التنمية المستدامة جزء من خطة الدولة وليس نشاط لوحده. فالطلبة لما قمنا في تمكين الاقتصادي كيف ممكن الطلبة يكون لهم دور في سد الحاجة في سوق العمل. جبنا خبراء تكلموا معهم عن كيف ممكن يكون في توافق بين مخرجات التعليم وكيف ممكن هما يكون لهم دور إن ليس في مجال إداري لكن مجال ممكن يطبقون الخبرة اللي اكتسبوها. وهذا نعمله ليس فقط مع كلية علوم اجتماعية لكن أيضا مع كلية الهندسة ومع كليات ثانية. في جانب السياسي قمنا في تدريبهم على الطلبة وبعض الإداريين عن كيف يكونون في يكون الدور قيادي. وحنا أيضا حنا قمنا دولة الكويت لأول مرة الحكومة دربت 60 امرأة لمراكز قيادية. أيضا في المجال السياسي طبعا قمنا في ورش نبين ليش هناك ضرورة لوجود المرأة في مجلس الأمة. لا. ليكون في هناك رؤية متوازنة، لا يكون صناع القرار رجال فقط، لأن المرأة أيضا في دولة الكويت أغلبهم يعني نسبتهم كخريجين الجامعة أكثر أو ضعف الرجل. فكيف ممكن أيضا يكون لهم دور أو يكون لهم وعي سياسي عن وخاصة الآن الانتخابات جاية. فنقوم حنا تدريب لمجتمع مدني، تدريب للمجتمع العام، تدريب للقطاع الخاص من الشركات الكبرى التي وقعوا على مبادئ تمكين المرأة. على عندنا الآن 27 شركة. نعم. منهم قطاع كبير من البنوك، إي كويت من قطاع النفط، عندنا صناعة الغانم، تمدين وغيرها، وقعوا أنهم راح يطبقون مبادئ تمكين المرأة في مؤسستهم. فالحمد لله يعني في تعاون من جميع القطاعات، وفي هناك حماس صراحة من الطلبة والطالبات حتى كتطوع في أنشطة الجامعة. وأيضا أثناء المؤتمرات لما كان العام كان عندنا مؤتمر إقليمي لأول مرة في الوطن العربي وكان من مركز المرأة في دولة الكويت. حلو. الطلبة شاركوا فيه بالتنظيم وبالورش اللي موجودة، أيضا كانوا مستمعين لخبرات من دول مختلفة. وأيضا غير الجهات الأممية، البنك الدولي أيضا تعاون معنا وكانوا موجودين هناك. فالطلبة يصير عندهم رؤية محلية وإقليمية ودولية. نعم دكتورة لبنى، ذكرتي حضرتك أن في تعاون بين المركز وبرنامج الأمم المتحدة. طيب ماذا عن باقي المنظمات الدولية؟ هل هناك أو كيف التعاون معها؟
احنا الان ايضا مع الامانه العامه مجلس الاعلى للتخطيط قاعدين نشتغل مع البنك الدولي، البنك الدولي خاص في القطاع الخاص، وهناك يكون في تقييم لجميع دول العالم حسب معايير مختلفه عن عمل المراه في القطاع الخاص من دخولها للقوة العامله لخروجها لما تقاعد. فكان في هناك بعض الامور او خلينا نقول قوانين تحتاج الى بعض التعديل، وكنا احنا فريق عمل نشتغل معهم مركز المراه وبنك الدولي وبعض الخبراء سواء من المحامين او جهات من القطاع الخاص، كيف ممكن نعمل هذا التغيير ليكون تقييم الكويت افضل. نعم، بما ان ذكرنا المجتمع الاقليمي والدولي، دوركم دكتوره لبنى شنو هو دوركم مع المجتمع الاقليمي والدولي كذلك؟ وطبعا المجتمع الاقليمي احنا لنا انشطه على مستوى دول الخليج. نعم. وكثير من المرات كان عندنا احنا ورش العمل اللي شاركوا في دول الخليج، مثلا المواطنه متزوجه من غير مواطن. نعم. كان عندنا مجموعه من النائبات او مجلس الشورى في الدول اللي ليس في برلمان. ايضا في هناك على مستوى الوطن العربي كان في تبادل خبرات. وعند في التقارير اللي تقدمها دولة الكويت سواء تقرير سيدا واللي عدم التمييز ضد المرأة أو اليو بي آر، المركز جزء من اللجنة الوطنية اللي تقدم. طبعا حنا نختص فقط في مجال المرأة وفي جهات أخرى حسب اختصاصهم. فالتعداد أو نعد التقارير نراجع لو في هناك تقارير واصلة في أسئلة من مجتمع دولي عن المرأة في أو وضع المرأة في الكويت، وأيضا إذا في تمثيل ومناقشة ناقش معهم. دكتورة لبنى، ما شاء الله في هذه التنوع من الأنشطة اللي يقوم فيها المركز، هل تقومون بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية دورية لتنمية قدرات المرأة؟ نعم، من الدورات اللي نقدر نقول ان قمنا فيه سنويا كان تدريب المراه في مجال السياسي، وحاليا قمنا في تدريب النساء اللي سوف راح ينزلون بالانتخابات. ايضا قمنا في تدريب مجموعه من الشركات اللي وقعت مبادئ تمكين المراه، تدريبهم كيف ممكن أيضا يطبقون هذه المبادئ في مؤسستهم، وأيضا مع جهات مختلفة اللي هم خاص في الجانب المالي قمنا في تدريب مجموعة سواء من وزارة المالية مجلس الأمة وغيره عن كيف ممكن الميزانية أيضا تكون موازنة بين النوعين بالصرف سواء على الرجل أو المرأة في هذه المؤسسة. نعم دكتورة لبنى، كل الشكر لك. دكتورة لبنى الغاضي، مؤسس ومدير مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، على مشاركتك معنا في مساء الخير يا كويت. مستمرين معكم مشاهدينا، ولكن من بعد هذا الفاصل.
نرحب فيكم مشاهدينا من جديد، ويسرنا أن نلتقي عبر الفيس تايم مع دكتور فهد الجنفاوي الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وراح ندردش معه عن آلية العمل والدراسات في قطاع الدراسات الإسلامية والمراكز التابعة له. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. مساكم الله بالنور جميعا، ومسا الله جميع أخواننا المستمعين ومشاهدين برنامج مساء الخير يا كويت. حياك الله دكتور فهد، وهذه الساعة المباركة اللي تكون معنا في مساء الخير يا كويت. في البداية لو تعطينا فكرة عن قطاع الدراسات والشؤون القرآن الكريم التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر لفريق مساء خير الكويت هذه الاستضافة وهذه الدعوة الكريمة، ودائما وزارة الإعلام وبرامجها المتميزة متابعة لكل ما تقدمه وزارات الدولة بمختلف أعمالها وأنشطتها. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لها أنشطة متعددة، من بينها ما يقدمه قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية من خدمات المجتمع يعني مختلف الأعمار، للكبار للصغار للرجال للنساء للمقيمين وللمواطنين للجميع. هناك خدمات متنوعة من تحفيظ القرآن الكريم، مراكز سراج المنير، دور القرآن الكريم، ومراكز الأترجة لتحفيظ القرآن الكريم، وغيرها من المراكز المتخصصة التي تقوم بهذا الواجب المهم، ألا وهو تعليم كتاب الله تعالى ونشر رسالته، تعليم النشأ الأخلاق الإسلامية، تقويم بعض السلبيات إن وجدت، تعزيز الأخلاق الكريمة لدى يعني الشباب والبنات بمختلف الأعمار. نعم دكتور فهد، شنو هي الخدمات المقدمة من قطاع الدراسات الإسلامية للجمهور الكريم؟ خدمات مختلفة، خدمات متنوعة. سنبدأ إن شاء الله من يوم الثلاثاء القادم يعني استقبال طلبات التسجيل لحلقات تحفيظ القرآن الكريم أولا، المراكز المتخصصة كمراكز الشاطبي، مراكز سراج المنير، مراكز دور القرآن الكريم أيضا للكبار، مراكز الأترجة، وغيرها من المراكز التابعة للقطاع لتعليم القرآن الكريم ونقل رسالته، لإتقان قراءة وحفظ القرآن الكريم، للحصول على السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الكثيرة لمختلف الأعمار. نبدأ من عمر 5 سنوات في مراكز القارئ الصغير إلى ما لا نهاية من العمر، ممكن عمر طالب أو مدارس عندنا مسجل عمره 50 أو 60 أو 70 سنة يدرس في أحد مراكزنا. فالبداية من عمر 5 سنوات في مراكز القارئ الصغير يتعلم اللغة العربية، يحفظ الربع الأخير من القرآن الكريم، يتأسس التأسيس الصحيح على مخارج الحروف وإتقان الحروف، القراءة الصحيحة، وحقيقة هذا من الأنشطة والفعاليات وغيرها، يعني الفعاليات كثيرة. نعم دكتور فهد، هل هذه الفعاليات تقام يوميا؟ نعم، هي بصورة يومية ومراكزنا تعمل بصورة يومية، لكن هناك فئات يعني على أساس أن لا يكون هناك ضغط على صحيح. بعض الفئات مثل الطلاب أو الطالبات. نعم. فيكون عندهم يومين بالأسبوع وبعضهم عندهم 3 أيام بالأسبوع على مختلف الأعمار. فمثلا لو نأخذ مثلا فئة المتوسط عندهم الأحد والأربعاء، فئة الابتدائي عندهم الاثنين والخميس، وهكذا كل مجموعة لها أيام معينة على حسب الفئة وعلى حسب المركز وعلى حسب العمر. نعم طيب، هذه المراكز الكثيرة والمنتشرة شنو اللي يميزها عن باقي يعني المراكز الأخرى مثلا اللي موجودة في ممكن نلقاها في بلدان أخرى، شنو اللي يميز هذه المراكز؟ طبعا مراكزنا هي مراكز معتمدة تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهذا أهم ما يميزنا. تعتمد على المنهج الوسطي، يعني كل المناهج مراجعة تامة وكاملة من أن يدخلها أي خلل. ثانيا الشهادات التي تصدرها وزارة الأوقاف وهذه المراكز هي شهادات معتمدة يعني من بعض الجهات أيضا، فمثلا شهادة دار القرآن الكريم معتمدة من إدارة التعليم الخاص، وهكذا يعني باقي الشهادات.
جميل جدا دكتور. إذا بنتكلم عن أماكن تواجد هذه المراكز، مراكز قطاع الدراسات الإسلامية، أين تتواجد؟ في جميع المحافظات موجودة؟ نعم، هي موجودة في جميع المحافظات. لدينا ثلاث إدارات رئيسية: إدارة العاصمة الحولية، وإدارة الفروانية والجهرة، وإدارة الأحمد ومبارك الكبير. وهذه الإدارات الثلاثة تغطي جميع فئات المجتمع، من مراكز سراج المنير للصغار، مراكز القارئ الصغير، دور القرآن الكريم وغيرها، كل محافظتين في إدارة واحدة. نعم. جميل. دكتور، عساكم على القوة، ولكن شنو عندكم استعدادات جديدة مع بداية العام الدراسي؟ حقيقة بوجود هذه الجائحة التي نسأل الله تعالى أن يرفعها عنا وعن جميع العالم، هناك الجديد التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد عن طريق المايكروسوفت تيمز مثل ما هو معمول به في وزارة التربية. ويعني هذا من أهم ما يميزنا في الفترة الحالية، تعليم القرآن الكريم، اللغة العربية، مخارج الحروف، يعني غيرها من مراكزنا كلها تعليم إلكتروني وأيضا عن بعد. جميل دكتور، وما هي آلية العمل في المراكز والأوقات كذلك؟ الأوقات في الغالب طبعا عندنا أوقات صباحية وأوقات مسائية، فبعض الناس يتيسر لهم أوقات الفترة الصباحية فهناك مراكز تستقبلهم، وهناك أو يعني الفترة المسائية أيضا لمن يكون عنده عمل فترة صباحية، أو بعض الطلاب المدارس أو غيرهم يكون في الفترة المسائية. طيب، ماذا عن الاشتراطات الصحية المتبعة في جميع مراكز القرآن في دولة الكويت؟ الحمد لله طبعا أكدنا على جميع المراكز التابعة لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف على تطبيق الاشتراطات الصحية، حفاظا على سلامتهم، حفاظا على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي القرارات التي أخذ بها مجلس الوزراء الموقر من التباعد، تقليل نسبة الاختلاط بين الموظفين، ما يكون الدراسة مباشرة، يكون الدراسة عن بعد، يعني تعقيم الأيدي، تقليل نسبة الحضور الموظفين وغيرها من الاشتراطات، الحمد لله كلها. ونحن نعمل زيارات ميدانية، هناك فريق لتطبيق هذه الإجراءات حفاظا على سلامة الموظفين، حفاظا على سلامة من يرتاد هذه المراكز وأيضا أسرهم. نعم دكتور فهد، ذكرت في أكثر من مرة بأن التعليم راح يكون والدراسة عن بعد. آلية العمل والدراسة في هذه الأيام والتعليم عن بعد هي شيء جديد على الطلبة والطالبات. نعم، هو فعلا هو شيء جديد، لكن احنا بحمد الله تعالى في وزارة الأوقاف كان لنا جهد كبير جدا في من بداية أزمة كورونا، فنحن ما توقفنا وبدأنا بالتعليم الإلكتروني من بداية الأزمة، فمن شهر مارس الماضي ونحن بدأنا بالتعليم، تعليم القرآن الكريم وإجراء المسابقات أيضا الإلكترونية، وكان عندنا مسابقة اسمها املأ بيتك نورا، وفاز فيها 240 من المواطنين وأيضا من المقيمين، سجل عندنا وشارك في هذه الحلقات واستغلال الأوقات أثناء الحظر الجزئي وأيضا كان الكلي أكثر من 60,000 طالب وطالبة. ما شاء الله، وهذا كان رقم مميز بالنسبة لنا، ونحن مواصلين إن شاء الله مستمرين على هذا الإنجاز. بالنسبة لنا في وزارة الأوقاف ومراكزنا هو مو شيء جديد الحمد لله، لكن هو استمرار لهذا الجهد استغلالا لأوقات أبنائنا، نشر لثقافة تعليم القرآن الكريم، الأخلاق الإسلامية اللي يحتاجها اليوم كل بيت وكل أسرة. نعم دكتور فهد، كلمنا زيادة عن هذه الجائزة اللي ذكرتها. حقيقة هي جائزة كانت في أثناء فترة الحظر الكلي، أطلقنا عليها املأ بيتك نورا لتعزيز وجود أو تواجد الناس في بيوتهم. املأ بيتك نورا بقراءة القرآن، بحفظ القرآن الكريم، بأن الإنسان الوالد الوالدة مع أسرته مع أولاده يقرؤون القرآن ويتنافسون. والحمد لله كان عندنا 120 جائزة بدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف، و120 جائزة مجموع الجوائز 120 للمواطنين و120 للمقيمين، مجموع هذه الجوائز 24,000 دينار كويتي، وتنافس عليها عدد كبير جدا من المواطنين والمقيمين خاصة لما كان هناك فراغ. والآن احنا نعد ايضا لمسابقة جديدة ان شاء الله سنطلقها قريبا بإذن الله تعالى. نعم، متى راح تنطلق هذه المسابقة القريبة إن شاء الله دكتور؟
احنا سننطلق احنا في مراكزنا من يوم الثلاثاء من تاريخ 29/9 ستكون انطلاقه جميع مراكزنا، وان شاء الله مع بدايه شهر اكتوبر ان شاء الله سنطلق هذه المسابقه باذن الله تعالى. باذن الله. طيب دكتور، من هي الفئه المستفيده من هذه المراكز وكيف طريقه التسجيل فيها؟ احنا صراحه نستهدف جميع فئات المجتمع، للكبار، للصغار، للبنين، للبنات، للرجال، للنساء، بمختلف شرائحهم، بمختلف شهاداتهم. فعندنا مثلا في مراكز حلقات حفظ القرآن الكريم أو القارئ الصغير هو للأعمار من 5 سنوات إلى 11 سنة، وفي عندنا مراكز سراج المنير من 7 سنوات إلى 14 سنة، وهناك دور القرآن الكريم من 16 سنة إلى ما لا نهاية، وأيضا مراكز الأترجة وبعض المراكز المتخصصة. فليس عندنا يعني شريحة معينة يعني واحدة، بل شرائح متنوعة مختلفة. ليس هناك أحد يرغب بالتسجيل مهما كان عمره، مهما كانت جنسيته، مهما كان يعني شهادته، له وجود ومكان للتسجيل في مراكزنا. أما عن طريقة التسجيل فعن طريق حسابات وزارة الأوقاف الرسمية، إن شاء الله من تاريخ 30/9 ستعلنها. هو رابط واحد وباركود، ممكن إنسان يصور هذا الباركود ويفتح لك بوابة لجميع مراكز دور مراكز دراسات الإسلامية ودور القرآن الكريم. نعم، إذن دكتور التسجيل فقط عن طريق هذه البوابة وعن طريق هذا الموقع؟ نعم، عن طريق البوابة الإلكترونية للمنصة التعليمية لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، تطبيق الاشتراطات الصحية أن ما يكون في أوراق أو ما يكون في مباشرة، حتى البطاقة المدنية في رابط ممكن يرفعها عن طريقها، وأيضا الصور الشخصية أو كل ما يحتاجون له. والتسجيل سهل ويسير وبسيط جدا، فقط يعبي الخانات أو البيانات الموجودة، وبعد ذلك راح يوصل للمركز المختص وراح يتواصلون معه ويبدون ان شاء الله التعليم ويستفيد، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وانا من خلال برنامج مساء الخير يا كويت ادعو الجميع للمشاركه معنا، للصغار، للكبار، للبنين، للبنات، حتى اللي يعانون من بعض اما يكون عندهم اعاقه او ذي احتياجات الخاصه ان يشاركون معنا. بعض الآباء والأمهات أولياء الأمور يعانون أن أولادهم عندهم ضعف في اللغة العربية أو مخارج الحروف. نعم. أيضا لهم مكان وتسجيل، ندعوهم، ندعو الجميع للمشاركة من خلال مراكز الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم. نعم دكتور فهد، قبل أن ننهي لقائنا معك، هل من رسالة تحب توجهها للمشاهدين؟ حقيقة رسالتي للجميع هي الاهتمام بالقرآن الكريم والإقبال عليه تعلما وتعليما. القرآن الكريم فيه خير عظيم جدا، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا الكتاب العظيم الذي يضمن لنا السعادة والراحة والاستقرار، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف يتعلم الإنسان قراءة القرآن الكريم وإتقان القرآن الكريم وهو سهل يسير؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الإنسان يستطيع الآن وهو في البيت وهو في أي مكان كان، يستطيع أن يتواصل مع معلم القرآن الكريم ويتعلم بأبسط وأيسر طريقة من خلال منصتنا التعليمية القرآنية. بارك الله فيكم والله يجزاكم خير، وكل شكر لك الدكتور فهد الجنفاوي الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا، وأكيد مستمرين معاكم في مساء الخير يا كويت من بعد هذا الفاصل. الحياة في زمن الكورونا، كلنا لبسنا الكمامات علشان نحمي فيها صحتنا. إذا قربنا من بعض صرنا في خطر، وإذا تباعدنا بنكون بأمان. واقتراب اليد من منطقة الوجه من بعد ما نلامس الأسطح تزيد من نسبة الخطر. ومن الظواهر اللي انتشرت رمي الكمامات بطرق عشوائية، والصحيح إن لازم نرميها في الأماكن المخصصة لها. الوقاية هي التزامنا بتعليمات السلطات الصحية علشان ترجع الحياة الطبيعية.
مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم في فقرات برنامج مساء الخير يا كويت. عبد الله الحين احنا شنو عندنا؟ اكيد ما في اجمل من التطوع. تحظى دوله الكويت بكافه اطيافها بالاهتمام بالاعمال التطوعيه اللي ترتقي الى مستوى العطاء الانساني، وقد اظهرت هذه الاعمال التطوعيه الوجه المشرق لدوله الكويت في كل زمان ومكان. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي. إن دولة الكويت كانت وما زالت وستبقى داعماً وسنداً ثابتاً للعمل الخيري والإنساني، فعلى مر التاريخ سطر أبناؤها أجمل القصص في العمل الخيري داخل وخارج دولة الكويت بفضل عزيمتهم وإصرارهم على استمرار هذه السلوكيات الحميدة التي جبل عليها الأجيال جيلاً بعد جيل. واليوم وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تكاتف أبناؤها للعمل يداً واحدة لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 عبر تنظيم الفرق التطوعية التي لبت نداء الواجب تجاه هذا الوطن العزيز. فشاهدنا تحملهم المسؤولية الموكلة إليهم ليعكس هذا العمل مدى رقي المجتمع وتطوره الحضاري. لقد حرص أبناؤنا منذ إعلان الدولة لحالة الطوارئ على المشاركة الفاعلة في كافة القطاعات التي طلبتهم، فوضعوا بصمة خالدة مع إخوانهم في الصفوف الأولى بالمحاجر الصحية ومراكز الفحص الطبية عبر تقديم المساعدة التي استمرت لأشهر متواصلة، فكانوا خير سند وعون للكوادر الطبية في مهمتهم بمنع تفشي هذا الوباء. إن العمل التطوعي وحجم الانخراط فيه يعد رمزاً من رموز تقدم المجتمعات وازدهارها بشتى المجالات وبمختلف الفعاليات الخيرية والتطوعية والإنسانية، فهو دلالة واضحة على السلوك الحضاري والاجتماعي الذي ترتقي من خلاله الأمم. كما واصل أبناؤنا في الفرق التطوعية تدريب أنفسهم على الطرق الحديثة في احتواء مرض فيروس كوفيد-19 عبر التدريب على تعقيم المباني والمراكز في وزارات ومؤسسات الدولة، فكانوا خير معين بهذه الظروف الصحية. هذه الجائحة أبرزت المعدن الأصيل لأبنائنا المتطوعين الذين سعوا إلى رد الجميل لهذا الوطن الغالي عبر تقديم العون والمساعدة لأيام متواصلة، فكانوا غير بعيدين عن هذا الخطر المحدق بالجميع. هي رسالة شكر نقدمها لجميع من شارك بالتطوع في هذه الأزمة التي أظهرت الخلق الحميد والصبر الجميل في الشدائد والعقول المبدعة في العمل التطوعي. ملامح يوميات الأفراد وتبدلت الأولويات، والآن مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية تبقى أمور لا عودة لها حتى إشعار آخر. الأعراس، مراسم العزاء، التجمعات في المجالس، الولائم، حفلات الاستقبال لغير أفراد العائلة، كلها أمور تمنع إقامتها ولا مجال للتهاون فيها حماية للمجتمع. فليكن وعينا الدواء. فعلاً، وبعد ما شفنا يمكن التقرير اللي قبله شوي أن الأعمال التطوعية خصوصاً في الفترة الماضية اللي انشطت بشكل كبير وواسع أظهرت وجه الكويت المشرق، ما هي غريبة على شباب وبنات الكويت في أحلك الظروف نشوفهم يدا بيد في مواجهة أي عقبة. والحمد لله تبارك الرحمن هذا اللي لاحظناه من مواطنين ومقيمين اللي تكاتفوا لمحاربة هذه الجائحة. وأيضا يمكن نشوف التعليم اللي ما وقف خلال هذه الفترة، التعليم عن بعد وحلقات تدريس القرآن الكريم
بالإضافة يمكن قبل فترة على أخذنا بعض الاتصالات عن الفنون أيضا الفنانين التشكيليين اللي ما وقفوا خلال هذه الفترة ويمكن كانت فرصة لهم لإظهار إبداعهم. نعم عبد الله، أنا دائما لما أطلع سواء في أي عشان أسوي أي مشوار يعني شيء يفرح القلب وشيء يخلي الواحد يتفائل لما نشوف عيالنا بناتنا وشبابنا يعني متواجدين في كل مكان ويحاولون أنهم يقدمون المساعدة ومبتسمين وبشوشين ويبون أي أحد بس يطلبهم علشان يركضون وياه ويسوون يعني يقضون مع أي حاجة. هو شفناهم في الجمعيات، شفناهم في يعني الشوارع، في أحيانا في بعض المناطق اللي أيضا لأداء بعض المهام، وأيضا في كل مكان. فعساهم على القوة، وأنا دائما أقول وأكرر وايد قلتها بعد الفترة هذه في الجائحة، مال الصلايب لأهلها، ودائما الكويت يعني أبنائها في مواقف مثل هذه اللي احنا نمر فيها الحين وايضا مواقف اخرى دائما يثبتون وجودهم. فالحين مشاهدينا احنا راح نكمل معكم فقرتنا في لهذا المساء، وعندنا اتصال عبر الفيس تايم مع المهندس بدر ابو رقبه العتيبي مدير فرع بلديه محافظه العاصمه، وراح يكون الحوار معه عن بلديه الكويت اللي تواصل جولاتها الميدانيه لازاله التعديات ومخالفات البناء. مساك الله بالخير ضيفنا العزيز وحياك الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. مساء النور، والله يحييك اختي الكريمه والساده المشاهدين. حياك الله. في البدايه مهندس بدر ايضا يعطيكم العافيه، طوال الفتره الماضيه قمتوا بجهود اكثر من رائعه وما زلتم مستمرين، فيا ريت تعطينا فكره عن خطتكم في ازاله التعديات والمخالفات خصوصا في محافظه العاصمه. الله يعطيكم العافيه وشاكرين لكم جهودكم الكريمه وتغطيه الافعال والجهود اللي قوم فيها الزملاء والجهات الحكوميه الاخرى. بالنسبه لبلديه الكويت يعني من زمان وقبل حتى الجائحه يعني كانت تطبق وما زالت تطبق كافه الاشتراطات يعني والقوانين المعمول بها كلوائح في بلديه الكويت من خلال عدم يعني السماح بمخالفه هذه القوانين واللوائح عبر تطبيقها من خلال فرقنا الرقابية الموجودة والمنتشرة في على مستوى كل المحافظات الموجودة في دولة الكويت. بالنسبة لنا بالفترة الأخيرة يعني وحتى بالجائحة كان التشديد الأكثر على تطبيق الاشتراطات الصحية، ومن ثم يعني استأنفنا حتى احنا ما توقفنا، ولكن وجود الدور الرقابي مهم بالنسبة لمخالفات البناء بالسكن الخاص والاستثماري وحتى بالصناعي والحرفي والتجاري كلها كان موجود. وحاليا الأسبوع اللي طاف شهد جولات عديدة مكثفة من قبل فرقنا الرقابية وعبر مفتشين اللي يحملون ضبطيات قضائية، منهم في البناء ومنهم في المحلات ومنهم في الإعلانات ومنهم بالنظافة أيضا كذلك وغيرها من ضبطيات أخرى. تم تنفيذ أكثر جولات ممكنة على التصدي لظاهرة يعني تخطي القوانين ومخالفتها بالنسبة لقانون البناء. وإحنا القانون البناء اللي نشتغل فيه حاليا رقم 33 على 2016 هو اللي كان 5/2005 وتعدل بهذا الرقم، وكانت ابرز الملاحظات بالنسبه للسكن الخاص المخالفات اقامه دور رابع وكذلك تقسيم الادوار الى شقق واقامه منشات يعني داخل العقار بدون تراخيص، بدون يعني اصدار تراخيص بناء لها، وايضا استغلال السرداب واستغلال مباني كذلك وسكن العزاب وغيرها من ملاحظات اخرى. ايضا كنا متواجدين الاسبوع اللي طاف كان المدير بلديه الكويت معالي المهندس احمد المنفوعي كان متواجد معنا في منطقه بنيد الدار وشهد بنفسه ازالات قام فيها الملاك لبعض العقارات بالاضافه الى تطبيق القانون. نعم عساكم على القوة. مهندس بدر يا ريت تسولف لنا عن أنواع التعديات على أملاك الدولة. نعم بالنسبة للمفهوم تعديات على أملاك الدولة هو مفهوم واسع وشامل. بالنسبة لنا في مناطق السكن الخاص أشهر التعديات حضورا يعني وعبر المخالفات اللي يتم تحريرها هي بالنسبة للزراعة المسموح فيها أمام العقارات السكن الخاص، وهي تصدر عبر رخص مؤقتة يتم يعني استغلالها بطريقة مؤقتة وتتجدد هذه الرخص. أكثر الناس يتجاوزون في يعني في مساحة المزروعات المخصصة لهم عبر لوائح وقوانين موجودة عندنا، في لائحة مخصصة لذلك اسمها لائحة الزراعة. أيضا كذلك المظلات
ايضا يتم نشر الملاحظات والتعديلات اللي تم تجاوز القوانين فيها بالنسبه للسكان السكن الخاص والنموذجي، وهي تتطلب منا يعني مراجعه دوريه عبر مفتشين لهذه الملاحظات. ايضا كذلك توصلنا عبر الشكاوي اللي يقوم يعني تسجيلها بعض الجيران او ضد جيرانهم لتعديهم على مساحات يعني من املاك الدوله، ويعني تعديهم كذلك على يعني املاك الدوله بشكل عام. نعم مهندس بدر، هل في هناك احصائيات لعدد المخالفات اللي رصدتوها خلال الفتره الماضيه؟ بالفعل موجوده الاحصائيات وهي تصدر بشكل يومي. عندنا احنا احصائيه تصدر عن طريق اداره العلاقات العامه ويتم نشرها اعتقد بتلفزيون الكويت يوميا يعني. نعم. بالنسبه للملاحظات المعروفه يعني عندنا احنا عندنا عشرات المخالفات تصدر يوميا بالاضافه الى مئات الجولات التفتيشيه. واذا كنت تبي ارقام يعني نقدر نقول يعني في اليوم احنا، لان احنا عندنا لوائح متنوعه مو بس لائحه بناء، عندنا لوائح اعلانات ومحلات ونظافه وغيرها، ولكن اقدر اقول لك يعني عشرات المخالفات اللي يتم تحريرها يوميا يعني المحافظه. مهندس بدر، السكن العزاب وهذه الظاهره المزعجه، حدثنا عن متابعتكم لهذه الظاهره في والمنتشره احيانا في بعض مناطق السكنيه بالذات مناطق السكن الخاص. بالفعل ظاهرة سكن العزاب هي من الظواهر في السكن النموذجي والخاص. نعم. هي من الظواهر المؤرقة صراحة يعني، واللي تصدت لها بلدية الكويت في زمن الوزير فهد الشعلة قبل تقريبا سنتين، أقل من سنتين، وتم تشكيل لجنة مخصصة لذلك حسب لتطبيق القانون 125/1992، وهذا من القوانين المهمه اللي تحظر سكن العزاب في مناطق الخاصه النموذجي نظرا لتاثيرها على خلينا نقول البنيه التحتيه، وايضا على 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 النسيج الاجتماعي الوطني اللي يعني توفت كل يعني ظاهره وفود عادات دخيله علينا نظرا لما تشكلها ايضا في على مستوى الجريمه يعني وجود العزاب في المناطق. فلذلك عندنا لجنه وعندنا جروب مخصص لذلك، وتم تجديد اللجنه وقبل كم شهر واحنا شغالين الحمد لله، ودائما نصدر قراراتنا وبموجب انه يتم اغلاق يتم قطع تيار البيوت السكن العزاب لمخالفتها للقوانين البلديه ولوائحها. لذلك في تعاون مع وزاره الكهرباء وايضا كذلك الهيئه العامه للقوة وزاره الداخليه ايضا والاطفاء وغيرهم من جهات حكوميه اخرى للحد من هذه الظاهره. جميل. مهندس، اذا في احد عنده اي شكوى، عنده استفسار، عنده ملاحظه، هل في هناك طريقه للتواصل معكم؟ نعم بالفعل، وزيرنا الحالي المهندس وليد الجاسم انشا لنا منصه وهي عباره عن واتساب، وهذا رقم اعطيك اياه تفضل تزويدك اياه انت والساده المشاهدين، رقم 247-277-32. اعيد واكرر مره ثانيه الرقم 247-277-32. ايضا كذلك احنا موجودين على مدار الساعه عبر الخط الساخن 139-139. نعم. لتلقي كافه الشكاوي والبلاغات واي شيء استفسارات ايضا كذلك. نعم مهندس بدر، احنا نتشكر منك على هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام، احنا ما زلنا معاكم ولكن تابعونا بعد الفاصل. مشاهدينا كذي نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. عين الله تحرسكم وترعاكم. مع السلامة. في أمان الله.